مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت ونبيلة. نتناقش في أخبار ومواضيع وأحداث تتعلق مباشرة بأحوال المواطن العربي، ولكي تكونوا جزء من البرنامج ادخلوا على صفحتنا على فيسبوك واملأوا بياناتكم لتكونوا جزءا من البرنامج، ثم تابعونا أيضا وشاركونا التعليقات والصور على تويتر وعلى إنستغرام. والآن كالعادة معنا الفيديوهات التي حازت على انتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي. الفيديو الأول لليوم يحكي عن بطلة من مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة مهووسة بكرة السلة، حيث بدأت في ممارستها في عمر 4 سنوات بمساعدة والدها الذي كان يقوم بتدريبها. وحلم هذه الفتاة الآن هو أن تلعب في الاتحاد الوطني لكرة السلة للسيدات في نيو أورليانز. هذا الفيديو يقدم لنا بداية حقبة جديدة من سباقات السيارات الكهربائية، فسيارة جن 2 بها ضعف سعة تخزين الطاقة، لذلك ستمكن مجموعة جن 2 الفرق المنافسة والسائقين من إكمال سباق كامل بسرعات أعلى دون الحاجة إلى تبديل السيارة في منتصف السباق. معنا اليوم أيضا بعض اللقطات الطريفة لمجموعة من الأطفال على الشاطئ، وهي لقطات ترينا كيف يخاف بعضهم من المياه كما نراهم وهم يلعبون بالرمل حتى يغطي وجوههم. وقد حصل هذا الفيديو على مشاهدات أكثر من 1,000,000 متابع على فيسبوك. واستكمالا لطرائف الأطفال، معنا اليوم فيديو للقطات مجمعة لمجموعة من الصغار مع الحيوانات. هذه اللقطات توضح مدى براءتهم، عدم توقعهم أن تقوم الحيوانات بمحاولات عضهم، وقد حصل هذا الفيديو كذلك على مشاهدة أكثر من 2,000,000 متابع على فيسبوك. أما الفيديو الأخير فهو لعملية تصنيع كوب خشبي من البداية، حيث نرى في الفيديو كيف حول هذا الفنان قطعة من الخشب ليس لها ملامح إلى كوب رائع الجمال، بالإضافة إلى استخدام أقلام ملونة خشبية لتصنيع قطعة فنية في النهاية. أما الآن فمعلومة جديدة في هل تعلم؟ هل تعلم أنه منذ منتصف القرن العشرين بدأ رفع التجريم عن المثلية الجنسية تدريجياً؟ ولم تعد تصنف كمرض في معظم الدول المتقدمة ومعظم العالم الغربي، وقد ظهرت حركة عالمية منذ نهاية القرن 19 تهدف لزيادة الاعتراف بالمثليين وتواجدهم العلني والمساواة بحقوقهم الشرعية، بما فيها حقوق الزواج، التبني، العمل، الخدمة العسكرية والعناية الطبية. لكن الأوضاع القانونية للعلاقات المثلية تختلف كثيرا بين الدول، فالزواج المثلي قانوني في بعض الدول، بينما في دول أخرى تعتبر الممارسات المثلية جريمة يعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبات إلى الإعدام. قد تصادفك في كثير من الأحيان كلمة LGBTQ باللغة الإنجليزية، والتي تترجمها بعض المنظمات إلى مجتمع الميم. فمن هم مجتمع الميم؟ مجتمع الميم هم ذوي الميول الجنسية المثلية المزدوجة والمتحولة، والمتسائلون كذلك عن ميولهم، ويشار إليهم باللغة العربية بمجتمع الميم، لأنه كما نرى جميع المفردات تبدأ بحرف الميم، مثلي، مزدوج، متحول، متسائل. مجتمع الميم موجود وبقوة في العالم بأكمله، وبالتأكيد في العالم العربي. واليوم نحن لن نتطرق إلى القضايا الجدلية الخاصة بالآراء حول هذا الجزء من المجتمع، ولكن بما أنه موجود فلا بد من قوانين تنظم وجوده وتحمي أفراده من الانتهاكات، سواء انتهاكات الدولة أو أي فرد لا يتفق مع وجود هؤلاء الأفراد بينهم. هل هناك قوانين تحمي المواطن الذي ينتمي لمجتمع الميم في العالم العربي؟ هل هناك قوانين تدينه بسبب عدم تقبل المجتمعات له؟ نتناقش إذن في القوانين المنظمة لمجتمع الميم بعد أن نشاهد معا هذه اللقطات.
معي اليوم مشاهدينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع من القاهرة الأستاذة داليا عبد الحميد، مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وحقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. أهلا وسهلا بك أستاذة داليا. يعني أول سؤال ممكن يتبادر إلى ذهن المشاهدين، هل هناك قوانين في عالمنا العربي ضد مجتمع الميم بشكل مباشر وواضح؟ اهلا بيكي. هو طبعا يعني القوانين اللي تخص مجتمع الميم بتختلف من دوله لدوله في العالم العربي، وطبعا في قوانين في بعض الدول بشكل ضد المثليين وضد مثلا عابري الجنس او غيرهم من الفئات في مجتمع الميم بشكل واضح يعني، وفي يعني القوانين في العالم العربي بتوصل لتجريم المثليه لحد المعاقبه عليها بالاعدام. يعني هناك تباين في دولنا العربية، ولكن ما هي الدول العربية اللي فيها خلينا نقول قوانين في صالح مجتمع الميم؟ لصالح ما هو صعب يعني، القانون في العادة بيكون موجود لتجريم حاجة معينة، بس في دول مثلا بقى عندها تطورات إيجابية في السنين الأخيرة زي لبنان مثلا او زي تونس، اللي هم بقى عندهم مثلا احكام قضائيه او تغييرات في السياسات ضد كشوف الشرج الاجباريه اللي بتحصل ضد المثليين. مثلا في لبنان برضو كان في حكم بيفند الماده اللي بتجرم المثليه، وبيقول وقاضي يعني بينتصر لحقوق المثليين وبيقول ان ده حق في الممارسه الشخصيه وحق للافراد في حريه الاختيار يعني. طيب هذه الماده هي موجوده في الدستور يعني؟ لا، هي الماده القانونيه اللي بتجرم المثليين موجوده في قانون العقوبات عندهم، بس القاضي اصدر ده في حكم يعني. ما فيش قوي حاجه في الدساتير بشكل واضح بتبقى ضد المثليين، في الغالب ده بيكون موجود داخل قوانين العقوبات، الا طبعا في الدول اللي كمان يعني بتاخد قوانينها بشكل مباشر من الشريعه زي السعوديه او كده، دي بيبقى عندها قوانين بشكل واضح ضد المثليين. طيب لو تكلمنا عن العقوبات، هل أو ما نوع العقاب الذي تمارسه بعض الدول العربية على الأشخاص المنتمين لمجتمع الميم؟ يعني شو سمعنا لحد الآن عقوبات؟ في عقوبات بتختلف يعني، في عقوبات يعني ساعات كتير بتوصل أغلبها الحبس يعني لمدة ما من السنين يعني، بتتراوح مثلا ما بين سنة وأكتر من سنة وساعات 6 أشهر، وفي عقوبات حادة يعني، ومثلا لو في أجانب ساعات كتير بيتم مثلا ترحيلهم خارج البلاد أو كده. طيب يعني من التهم المتعددة اللي ربما حاولنا أننا يعني نجمعها في حتى مش في الدساتير اللي سمعناها من خلال دول عربية كثير، هي تهمة اعتياد ممارسة الفجور. يعني هل هذه التهمة تستند إلى قانون من القوانين موجود في دستور من الدساتير العربية؟ هي الاتهام ده مثلا موجود في القانون المصري، وهي تهمة مطاطة جدا، وهي لها تعريفات مختلفة مش واضحة، ولكنها في العادة بتستخدم ضد المثليين. في ناس كتير في مصر بالذات، لأن الاتهام ده موجود هنا، بيتكلموا إنه القانون لا يجرم المثلية بشكل واضح، بس المحاكم والقضاة بيستخدموا مادة اعتياد ممارسة الفجور دي لملاحقة المثليين، وعلى أساسه بيطالبوا إنه يكون في على الأقل تفسير واضح يعني إيه اعتياد ممارسة الفجور، علشان نمنع المحاكم في التوسع من استخدام المادة دي لملاحقة المثليين وأفراد آخرين من مجتمع الميم. طيب أستاذة داليا، هل بتشوفي أن هناك دور لمنظمات حقوق الإنسان مثلا في التصدي لانتهاكات قد تمارسها حكومات ضد المثليين الجنسيين والأشخاص الملتويين تحت راية المجتمع الميم؟
في دور كبير جدا جدا لمنظمات حقوق الانسان اللي هو توثيق الانتهاكات دي وفتحها، لانه بدون الحديث عنها الناس في العاده ما بتعرفش ايه اللي بيحصل للاشخاص اللي من مجتمع الميم اللي بيتعرضوا مثلا للحبس او للتعذيب في اوقات معينه، لان مثلا الفحوص الشرج الاجباريه دي بتعتبرها الامم المتحده ضرب من ضروب يعني المعامله القاسيه وغير الانسانيه التي ترقى للتعذيب. ودور منظمات حقوق الانسان في قضايا شبه دي هي الحديث عن الانتهاكات المختلفه اللي بيتعرض لها الافراد دول، مش بس على ايد الشرطة مثلا أو في النيابة أو في ساحات المحاكم، ولكن كمان مجتمعيا مثلا داخل القطاع الطبي، في المؤسسات التعليمية، في الشوارع. وفتح حوار مجتمعي حوالين القضايا دي هو الطريقة الوحيدة اللي الناس بتعرف من خلالها يعني إيه تمييز ويعني إيه ظلم أو انتهاكات بيتعرض لها أفراد المجتمع ده. صحيح. طيب لدينا اتصالات هاتفية أستاذة داليا، ومعنا أول اتصال من المغرب، معنا صابرينا، أهلا وسهلا بك معنا في أنت ونبيلة. خلينا نتكلم عن بلدك، عن المغرب، هل بتشوفي أن هناك قوانين تجرم المثلية مثلا في المغرب؟ في المغرب تعتبر المثلية الجنسية جريمة، فمثلا القانون المغربي يجرمها في المادة 489 من القانون الجنائي المغربي، فتقول المادة أن أي عمل بديء أو غير طبيعي من شخص من نفس الجنس يعتبر جريمة. فلذلك فالنشاط الجنسي من نفس الجنس غير قانوني في المغرب، ويمكن أن يعاقب مرتكبه بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، بعد دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 و200 درهم إلى 1200 درهم مغربي، يعني تقريبا الجنيه المصري 230 ل 2300 جنيه مصري. طيب صابرينا، رأيك هل يعني ما رأيك في هذا، ربما هذا العقوبات التي يفرضها القانون المغربي، هل أنت مثلا توافقين عليها، تودين ربما أن يكون هناك عقوبات أكثر أقل؟ شو رأيك الشخصي في الموضوع؟ في الحقيقة أنا في رأيي الشخصي كنشوف أنه من الأفضل أن ما يكونوش عقوبات، لأن المثل الجنسي ما كيأدي حتى شي واحد، ما طالما هو ما كيأدي حتى شي واحد بالمثلية ديالو ما كاين علاش يدار عقوبات. يعني بما أنه لا يؤذي شخص ما، فليس من المفروض أن تطبق عليه عقوبات. شكرا جزيلا صابرينا على رأيك وعلى اتصالك. ومعنا من مصر هذه المرة معنا محمود، أهلا بك محمود. محمود، ما هو رأيك في المجتمعات العربية التي تعاقب المثليين كأنهم مجرمين؟ أنا شايف أن المثليين المفروض ما يتعاقبوش في البلاد العربية طول ما هم ما بيدروش الموضوع بشكل تجاري. يعني لو في مجموعة من المسلمين قايمين يعني بيقوموا بشكل تجاري في الموضوع، فده هيبقى يعني أنا شايف إن الحاجات دي المفروض تتقفل، يتعاقب من قبل الحكومة يعني. أما أنا شايف لو هو الشخص مثلي وما بيقومش يعني ما بيستخدمش نفسه كسلعة، فأنا شايف إن دي حرية شخصية تماما، وكل واحد يعمل اللي هو يعني عايزه. طيب نحن نشكرك على رأيك وعلى مشاركتك. مشاهدينا، إذن لازال الحديث بقية، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. هل هناك قوانين تنظم مجتمع الميم في العالم العربي؟ تجميد البويضات في العالم العربي، علاج التجاعيد بتقنية حقن البلازما، نتعرف على كل هذا بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد.
لا ينبغي أن يواجه أحد التمييز أو الترويع أو السجن بسبب ميوله الجنسية الحقيقية أو المفترضة، لطالما عاش مجتمع الميم من المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية ومصححي الهوية الجنسية وثنائي الجنس في أوضاع غير إنسانية نتيجة للمعاملة التي يلقونها من قبل الدولة والمجتمع العربي، فهم لا يقابلون سوى بالعنف والاضطهاد والتعذيب والتحقير فقط لأن ميولهم وهويتهم مختلفة عن الأنماط الاجتماعية المعتادة. ما زالت معي عبر القمر الصناعي داليا عبد الحميد، مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وحقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. أستاذة داليا، أهلا وسهلا بك من جديد. هل برأيك يطالب المجتمع المدني بحقوق أو بقوانين معينة في اتجاه حماية مجتمع الميم، أم هذا لا يحصل في دولنا العربية؟ هو ما بيبقاش في قوانين معينة يعني المجتمع المدني بيطالب بيها لحماية الفئات دي، بس هي بتبقى قوانين أكتر لمنع التمييز، لتحقيق المساواة ما بين الأفراد اللي في بلد معينة سواء مواطنين أو لاجئين أو مهاجرين أو غيره. وبيبقى منع التمييز ده ومناهضته على أي أساس، سواء بقى العرق أو اللون أو الديانة أو حتى الميول الجنسية أو الممارسات أو الهويات الجنسية أو الممارسات الجنسية المفترضة زي ما حضرتك أشرتي. طيب، المجتمع المدني معروف أنه دائما يحاول أن يدافع على كل أنواع أو ربما يطارد كل أنواع التمييز، ما هي بالضبط ربما الإجراءات التي قد يقوم بها المجتمع المدني لحماية هؤلاء الفئات؟ يعني احنا اتكلمنا عن أهمية التوثيق وكمان محاسبة الدول على انتهاكاتها لو هي بتقوم مثلا بانتهاك ممنهج ضد مجتمع الميم سواء بالملاحقة الأمنية أو غيره. بيبقى في محاولات لإزالة الوصم عن المجموعات دي بالذات داخل الدول اللي بتتعامل مع الموضوع كمرض، فبيبقى مثلا في محاولة لفتح مثلا حوار مجتمعي مع الأطباء بالذات الأطباء النفسيين والمعالجين حوالين أهمية إزالة المثلية أو العبور الجنسي كمرض، يعني من المناهج بتاعتهم. بيبقى في كمان حوار حوالين حقهم في الخصوصية، حقهم في اختيار الممارسات أو العلاقات اللي ترضيهم، حقهم في اختيار الشريك، والدفع بفكرة الحق الشخصي ده واحترام الحرية الشخصية داخل المجتمع. ده بيبقى جزء مهم جدا من أجندة المنظمات الحقوقية لمناصرة أفراد مجتمع الميم. طيب، يعني ممكن أن نقول أن هناك ربما مجهودات في اتجاه مساعدة المجتمعات العربية على تقبل على الأقل ربما وجود هكذا أشخاص لهم ربما نفس الحقوق مدنيا والواجبات كذلك دون التعرض، يمكن التعرض لهم، انتهاك حرياتهم، التعدي عليهم في بعض الأحيان. بالضبط، يعني في يعني دي أهم حاجة تحصل بعيدا حتى عن القوانين، إن المجتمع يتقبل، لأن لو المجتمع تقبل ده هيبقى طريقة أحسن لوقف الانتهاكات. ممكن يتقبل المجتمع، يتقبل أحسن لو هو عارف أو فهم إنه هذا مرض مثلا، بس الـ يعني لو احنا تعاملنا مع الموضوع لأنه مرض بالذات مثلا في المثلية الجنسية وهو ده اولا حاجه مش حقيقيه، صح. ثانيا هيبقى فيه دايما رغبه في علاج الافراد دي، اللي هو طيب خلاص خليه يتعالج علشان يرجع لطبيعته، لان فكره ان في حاجه واحده طبيعيه او في ميل جنسي سائد هو ده الطبيعي، ده حاجه ضد ما بتلعبش اي دور لصالح مجتمع الميم. لازم الناس تتعود على التنوع وتتعود ان التنوع ده هو الطبيعي، مش وجود ميل جنسي او سلوك جنسي ما هو السائد فهو ده يبقى الطبيعي، واي حاجه مخالفه ليه مرض. فبالتالي يعني كنت بتقولي أستاذة داليا أنه لازم أنه على الأقل يتقبلوا وجود نوع آخر من ربما من الفئات ويتقبلوا وجودهم في المجتمع، عندهم نفس الحقوق المدنية مثل ما قلت وعندهم نفس الحقوق المجتمعية كذلك.
مزبوط. طيب برأيك كم من الوقت، يعني لو خلينا نسأل سؤال بهذه الطريقة، كم الوقت تحتاج مجتمعاتنا العربية حتى تصل إلى تصحيح قوانين ربما تضم وتحمي مجتمع الميم؟ هو طبعا ده بيفرق من دولة لدولة، الوقت اللي هناخده لحد لما يحصل فيه تغيير مجتمعي حقيقي وقبول للأفراد أصحاب الميول والهويات الجنسية غير النمطية. بس احنا شايفين انه اوريدي في تطور ايجابي في بعض الدول زي ما قلنا قبل كده، بالذات مثلا في لبنان او في تونس، غير ان طبعا الاجيال الاصغر منفتحة اكتر جدا على ثقافات تانية، وعلى الاقل متقبلين ان يحصل حوار مجتمعي حوالين المواضيع دي اللي هي قبل كده كانت بتعتبر مواضيع شائكة وتابوهات محدش بيفتح عنها اي حوار. الربيع العربي برضو لعب دور في ان الناس بتحاول تراجع قناعاتها في مختلف القضايا. الوقت اللي هتاخده يعني دولة عن دولة تانية هيفرق على حسب هي القانون بتاعها مستلهم منين، وعلى حسب هي قد ايه دولة منفتحة على مجتمعها وبتغير القوانين من خلال حوار مجتمعي ولا لأ، ومناخ الحريات عامة في الدول. يعني الدول اللي هي فيها قمع بشكل عام ما ينفعش نفترض فيها ان افراد مجتمع الميم هيحصلوا على حقوقهم في حين ان الافراد الاخرين ما يعني بيتعرضوا للقمع. طيب يعني بتشوفي ان هناك طريقه او هناك قنوات من خلالها، ليست قنوات تلفزيونيه بالفعل، قنوات من خلالها يمكن انه ينتشر هذا الوعي اللي بتقولي عليه، على الاقل لحمايه هؤلاء الافراد لانهم بطريقه كبيره يعني يعانون من انتهاكات، خصوصا ربما التعنيف كذلك هؤلاء الاشخاص في دولنا العربيه. طيب هل بتشوفي انه هناك طريقه حتى ننشر الوعي ليس للتقبل ولكن فقط للتعايش مع هؤلاء الاشخاص؟ في طرق كتيره جدا الحقيقه لنشر الوعي، من خلال الحملات اللي بيقودها افراد مجتمع الميم نفسهم او حملات منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، من خلال حتى البرامج الحواريه دي. وجود الموضوع ده على اجنده المنظمات الحقوقيه هي طريقه لنشر الوعي، الحديث عن الانتهاكات هو طريقه اخرى لنشر الوعي، الاشتباك في حوارات مع الأطباء مع المحامين مع القضاة، كل دي فئات هي اللي بتمارس التمييز ضد أفراد مجتمع الميم، وهي كمان اللي ممكن تكف عن ممارسة التمييز ده لو فتحنا معاها حوار صادق يعني وقدرنا نوصل لتغيير قناعاتهم في النهاية. يعني نتمنى على الأقل أن يتوقف العنف حتى ربما نعيش في مجتمع متسالم. طيب أستاذة داليا، معنا اتصالات هاتفية ومعنا اتصال هاتفي من المغرب. معنا أسماء، أهلا بك أسماء. فأنت ونبيلة، أسماء في رأيك هل اختلاف الميول الجنسية عن المقاييس المقبولة اجتماعيا هل بيعطي الحق للشخص أو للسلطات باعتقال هذا الفرد؟ برأيي أنه يعني مثلا مع المجتمع يعني المغربي هناك تعايش مع هذه الفئات من يعني في المجتمع، لأنه على سبيل المثال كان يعني في بحث يعني بالجامعة، وكان يعني طالبات وطلبة يعني مثليين وكذلك يعني في مدينة مراكش، ولكن هناك يعني تعايش، ليس هناك يعني لا يتم يعني عقوبة يعني هذا النوع من الفئات. في المغرب هناك تعايش مع هذا النوع من الفئات بالرغم من انه يعني مختلفين عن الفئات العاديه، بس هناك يعني تعايش. يعني اسماء لو 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 شخصيا مثلا حد كنت بتعرفيه، حد من الجيران، شخص كان مثلا معاكي في الدراسه مثلا، هل لو اكتشفتي ربما انه عنده ميول جنسيه مختلفه، هل يعني ستقومي بالتفكير في التعنيف مثلا او الاساءه لهذا الشخص؟ يعني حابه منك اجابه صريحه جدا. لا، لن يعني لن اعاقبه يعني بالمره المطلقه يعني، لانه يعني مثل مثله، ولكن هناك يعني اختلاف فقط يعني في الرغبات وفي الميولات، ولكن صحيح سيكون يعني هناك اختلاف على مستوى المعامله، ولكن لن اعاقبه. لا. طيب شكرا جزيلا لاتصالك ولمشاركتك. ومعنا من لبنان معنا
سامر، أهلا وسهلا بك سامر معنا. سامر، برأيك من المسؤول عن الحفاظ على حقوق المثليين وحمايتهم في المجتمع؟ من المسؤول عن ذلك؟ مرحبا نبيلة. أهلا وسهلا. أنا بالنسبة لي مفروض يكون في جمعيات ونوصل مثل ببعض البلدان الغربية إنه الدولة بحد ذاتها هي تحافظ وتحمي حقوق للمثليين، لأنه بعتقد إنه الدين والجمعيات وكل شيء مؤسسات دينية ما رح تعترف بهذا الحق ولا رح تحافظهم عليهم، لأنه هذا يعني شيء بيكون مثل ما نعرف كلنا إنه ضد الدين. فبالنسبة لي لازم يكون في جمعيات مختصة والدولة بحد ذاتها هي تحافظ وتعطيهم حقوقهم، لانه مثل ما في عالم طبيعي، يعني مثل ما بتعطي حقوق للاشخاص العاديين لازم يكون في كمان عندهم حقوق للمثليين ويعني ويقدروا يتنعموا بهذه الحقوق. طيب، ولكن يعني سامر من شوية كانت بتقول أستاذة داليا أنه في لبنان مثلا هناك يعني تقدم في الموضوع حتى في الجانب القوانين، ربما هناك انفتاح على الموضوع أكثر في لبنان، أعطت مثال كذلك لتونس. هل أنت شخصيا كشخص يعيش في لبنان بتشوف أنه هناك فرق؟ يعني هل بتشوف أنه هؤلاء الأشخاص لا يتعرضون للتعنيف في الشارع؟ ما بيجي حد مثلا أنه ممكن أنه يعني نفهم لفظيا أنه ممكن يضطروا يتخبوا حتى ما يكون هناك عنف ضدهم؟ هل بتشوف بعض الممارسات في الحقيقة في المجتمع هيك في الشارع مثلا ضد هؤلاء الأشخاص، أو بتشوف أنه هناك تقبل مجتمعي؟ هلا طبعا بعتقد أنه لبنان من أكثر البلدان العربية يلي عم نشوف فيه يمكن تطور بهذا الموضوع، وعم نشوف أنه يمكن عم بيصير شوي طبيعي يعني بالاختلاف عن غير بلدان عربية. هلا طبعا ما صار 100%، يعني بعدنا بنشوف على الطرقات يمكن عنف كلامي او حتى يمكن عنف جسدي، بس يمكن قليل كثير لنسمع بهيدي الاخبار. بس لبنان بعتقد تطور كثير بهذا الموضوع، ويعني صرنا نشوف حتى انه في عم يصير في مظاهرات بالشارع عم يطالبوا المثليين بحقوقهم اكثر. بعد يمكن حسب ما قالت ضيفتك اليوم انه عم بيصير عندهم حقوق وعم يعني عم يقدر ياخذوا حقوقهم. فبعتقد بالسنين اللي قادمه حيكون في عندهم بعض حقوق اكثر، ويعني ويبطلوا يتعرضوا لهذا العنف الكلامي او الجسدي. بس على الاكيد انه لبنان كثير تطور بهذا الموضوع. طيب، ويعني صايرين يحسوا حالهم يمكن صرنا نلاقي حرية اكثر للمثليين، صرنا نشوفهم اكثر، صرنا حتى عم يعني عم نعمل لهم اشياء خصوصا لهم بالمجتمع. شكرا جزيلا لاتصالك ولمشاركتك سامر من لبنان. الشكر موصول لضيفتي من القاهرة أستاذة داليا عبد الحميد، مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وحقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، اذا فاصل قصير ونعود بعدها، ابقوا معنا في المتابعة. ما الذي تعرفه عن تجميد البويضات؟ معلومات عن حقن البلازما وتأثيرها على البشرة بعد الفاصل. أرحب بكم من جديد. الآن دعوني أريكم الصورة التي أحضرتها لكم في اخترت لكم. أحضرت لكم اليوم صورة من متحف تحت الماء قبالة ساحل كانكون بجنوب شرق المكسيك، وكما نرى في الصورة وجدت هذه السيارة الفولكس فاجن تحت الماء، وإذا دققتم سترون رجلا نائما على غطاء محرك السيارة. لا نعرف ولا يعرف المصور كيف تكون هذه الصورة الغامضة. المكسيك مليئة بالكنوز التي لا تعد ولا تحصى. أصبحنا في عصر التكنولوجيا وتطور تقنيات الإخصاب المساعد التي تساعد الكثيرين على الإنجاب وتحدي مشكلات العقم، وظهرت العديد من المصطلحات الجديدة والمهمة في عالم الطب، خاصة على سمع العامة من الناس الذين لا يعلمون عنها الكثير، ومن أبرزها تجميد البويضات للسيدات.
التقدم في تخصص الخصوبة والتطور العلمي أصبح سريعاً وينتج عنه الجديد كل عام، ومع ذلك ما زال العرب لا يعطون أهمية كبيرة لتجميد البويضات، وربما لا يعرفون الكثير عن هذه التقنية التي من الممكن أن تحقق حلم الإنجاب لملايين النساء حول العالم. مشاهد سريعة إذا نراها ونعود لنستكمل الحديث. اليوم مشاهدينا في الاستوديو الدكتور باسل جلاد، اخصائي امراض النساء والجراحه التنظيريه. اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا وسهلا. اول شيء يعني كثير من الناس ممكن تتساءل عن هذا الموضوع اللي ممكن يظهر جديد في بعض الاحيان، ولكن لماذا قد تحتاج النساء الى تجميد البويضات؟ نبتدي بالاول. نبتدي من الاول. تمام. هلق موضوع شيق وفيه كثير يمكن تفاصيل، فرح احاول احكي باختصار قدر الامكان. أوكي. الاسباب فينا نقسمها ثلاث اسباب عمليا. السبب الأول السبب المرضي، هون بيصير استطباب مطلق لتجميد البويضات. خلينا نقول سيدة مصابة بسرطان رح تحتاج علاج شعاعي وكيماوي، مثل ما بنعرف هاي العلاجات غالبا رح تأثر على وظيفة المبيض، ممكن تخرب المبيض إلى الأبد يعني. هون بننصح السيدة بشكل مؤكد أن تراجع مراكز طفل الأنبوب، مراكز تخزين البويضات، مشان تخزن بويضاتها للمستقبل، ريس ما تتعالج من السرطان وتشفى إن شاء الله، بعدين ترجع تستخدم بويضاتها مشان تحافظ على زريتها. أمراض تانية كمان ممكن نحتاج فيها تخزين البويضات، أهم خلينا نذكر الشيء اسمه قصور المبيض المبكر. في بعض السيدات بيفقدوا وظيفة المبيض بشكل مفاجئ بعمر مبكر، وهي أحياناً بتكون قصة عائلية، يعني المريضة بيكون عندها أختها أو والدتها مثلاً أو أكثر من فرد بالعيلة عنده نفس المشكلة، فهون ممكن ننصح المريضة تخزن بويضاتها خوفاً من أنه يصير عندها نفس المشكلة، وهيك تقدر أنه تحمل وتجيب أولاد في المستقبل. في أمراض تانية مثل أمراض المناعة الذاتية كمان تترافق بتخريب المبيض، أيضا فيها السيدة كمان تحافظ على بيوضة وعلى قدرتها على الإنجاب. السبب الثاني غير الأسباب المرضية، وهذا السبب صار شائع جدا في الغرب حاليا، هو السبب الاجتماعي. خلينا نقول السيدات لسبب ما بدهم يتزوجوا بالعمر خلينا نقول المثالي للحمل والولادة، بدهم يأخروا الحمل لبعد سن الأربعين، فصار فيهم يراجعوا بنوق الشيء بيسموه بنوق الإباضة، ممكن بنوق البيوض، يتبرعوا بيوضهم، يحفظوا بيوضهم، وبس إجا شريك الحياة المناسب في الوقت المناسب ممكن يرجعوا يستخدموا البيوض مرة تانية وبعمر متقدم، وهيك بيحسنوا ينجبوا أولاد. السبب الثالث وهذا سبب مهم جدا هو السبب الأخلاقي. خلينا نقول تماما نحن تقليديا كنا لما نعمل عمليات الاخصاب المساعد، عمليات طفل الانبوب، نحصل على عدد كبير من البيوض، اكثر من اللازم، فنحن كنا نلقح البيوض ونحصل على اجنه، هي الاجنه نحفظها كلياتها، نستخدم الشيء اللي بيلزمنا منها، وبعدين رح يكون في اجنه فائضه، فكنا نتلف الاجنه عمليا، نتلفها كلياتها، وهذا دخلنا بمعضله اخلاقيه، انه هل اللي حق لنا نحن كاطباء نتلف جنين هو في النهايه حياه يعني تحول لحياة. هلق يمكن تجميد البيوض رح يحط حل لهالمشكلة، انه نحن لا نحن بنجمد البيوض اللي اسا ما تحولت لجنين وبنستخدم اللازم منها، بعدين نتلف بيوض افضل من انه نتلف اجنة. باختصار هي اهم الاسباب. واو. اللي طيب لو دخلنا في المراحل دكتور باسل، يعني المراحل التي تمر بها المرأة لتجميد البويضة، شو هي المراحل؟ هلق عملية تجميد بسيطة، هي نفس عملية عمليا طفل الأنبوب أو الأخصاب المساعد المتعارف عليها. المريضة أول شيء رح تأخذ حقن هرمونية لتحفيز المبيض، تحريض المبيض لإنتاج أكبر عدد ممكن من البيوض. طبعا العدد كتير مهم، لأنه كل ما زاد العدد البيوض كل ما كان احتمال تخزين أكبر. تماما. يعني احتمال النجاح وقت استخدامها كونه في جزء منها رح يتلف بعد ما نخزنها. بعدين رح يتم سحب هالبيوض عبر عملية بسيطة تحت تخدير العامل لمدة 10 دقائق تماما، باستخدام إبرة بزل بسيطة عبر المهبل أو عبر البطن حسب إذا السيدة متزوجة أو لا. بعدين رح نعطيها للمخبري
هون بقى صار الثورة العلمية اللي صارت في السنوات الأخيرة اللي غيرت النتائج بشكل هائل جدا. تحولنا من عملية التجميد البيوض إلى عملية تحنيط البيوض، الفيتريفيكيشن تماما. خلينا نشبه الموضوع بال يعني بالبذور الخضروات، يعني بدل ما كنا نفرزها صرنا عمليا نجففها تقريبا. طبعا مش بهالبساطة الموضوع يعني أكيد، بس يعني كتشبيه بسيط. فالتجفيف بيحافظ على البيوض فترة أطول بكثير من التفريز. هاي التقنيات الحديثة هي اللي خلتنا يعني نقفز قفزة هائلة جدا بعد الموضوع. وإمتى كان آخر يعني كانت آخر قفزة علمية في الموضوع؟ تقريبا من 2009 بلش الموضوع الفيتريفيكيشن وتطور بشكل كبير، وصار فينا ندرس حتى البيوض جينيتيكالي، نختار البيوض المناسبة. هل بيوض راح تتفرز مثل ما اتفقنا؟ لحد الآن في بيوض صار لها متفرزة يعني محفوظة أكثر من 10 سنين أو حتى 15 سنة. ووقت اللي بتلزمنا راح نرجع نعمل نفك التجميد عنها، خلينا نقول نرجع نحقنها بالنطاف. والنتائج كيف بتكون؟ راح نحقنها بالنطاف ونرجعها على رحم المرأة. النتائج هلا أقل نتائج، خلينا نقول مشان ما ندخل بمعضلة مشكلة التعريف إنه شو هو تعريف النجاح، يعني إنه نحن بالنهاية بدنا طفل، ما بدنا حمل تماما. خلينا نقول باختصار الموضوع متعلق بالعمر ومتعلق بعدد البيوض اللي يمكن نجمعها. فإذا عنا سيدة تحت ال 35 وقدرنا نجمع 15 بيضة، فالسيدة بنسبة 80% رح تحصل على طفل. ماشي، رح تحصل على طفل وليس حمل. أوكي، أما نسبة نجاح طفل وليس حمل تماما، لأنه ما بدنا نحمل ونسقط، يعني إذا سقط الحمل يعتبر فشل. فالتعريف النجاح هو الحصول على طفل. إذا تحت ال 35 زائد 15 بيضة مجمدة تقريبا 80% هي السيدة فينا نوعدها أنه أنت رح يكون عندك طفل. إذا العمر فوق ال 40 لا، بدنا 30 بيضة، بدنا 30 بيضة لحتى نضمن بنسبة 50% نحصل على طفل. هذا باختصار التعريف بيعملوها بالضبط. طيب أنا عندي يمكن 30 ثانية دكتور، هل هناك سن مناسب لتجميد البويضات عند النساء؟ أبكر ما يمكن أفضل ما يمكن، البيوض اللي بعمر صغير هي الأفضل تماما. بس عموما في عندنا كمان، ما فينا نحط رقم أكيد، بس فينا نقول أنه بعد 35 بتتراجع الخصوبة بسرعة، فبتراجع نوعية البيوض خلينا نقول بسرعة، فيفضل التخزين يكون بعمر الباكر قبل سن 35 بشكل عام. حلو. طيب دكتور خلينا ناخد اتصالات هاتفية. معنا اتصال هاتفي من الجزائر، معنا نادرة. أهلا وسهلا بك نادرة، أنت ونبيلة. صباح الخير. صباح النور. نادرة هل تعرفي ما هو تجميد البويضات؟ نعم، أعلم ما هو تجميد البويضات، يستخدم هذه التقنية لحل مستفد فيه الحمل في الوقت الحالي. تجميد البويضات للمرأة تريد أن تحمل بعد فترة من الزمن. طيب هل بتشوفي أنه هذه العملية أنت رأيك الشخصي عندها نتائج إيجابية، وممكن يعني ممكن أنها يعني حتى بعد لما يكون عندها سن متقدم شوية ممكن تحمل وتولد عادي؟ يعني يمكن تكون فرصة، ممكن تكون فرصة. أوكي. تكون فرصة. تمام، طوق نجاة خلينا نقول الزواج متأخر. أوكي. يعني فرصة أو طوق نجاة للسيدات اللي عندهم ظروف معينة أكيد. عندهم علم، عندهم عمل بدهم يأخروا. بس أنا ما بريد وصل رسالة، أهم شيء يعني ما بريد أوصل رسالة أنه هذا الوضع الطبيعي، أنه خلاص خدوا راحتكم جمدوا بيوض. وموضوع ما أنه هيك نهائيا. الحمل بعمل متأخر أكيد في عدة مشاكل أخرى بتكون سواء افتلت مدة الحمل كمان. تمام، هو الزواج المبكر بالعمر المناسب. الوضع الاستثنائي هو أنه نجمد بيوض. تماما. حلو حلو، المهم يكون عندنا حاجة نلجأ لها في حالة لا قدر الله الاضطرار أو الأمراض. تمام. طيب خلينا ناخذ اتصال هاتفي آخر، معنا من تونس السماء. أهلا وسهلا بك، هل تعتقدي أنه عسلامة تجميد البويضات حل للفتاة التي مثلا لا تريد الزواج في سن صغير؟ أي أكيد هو حل، وحل جيد جدا يعني، وما فيهوش نتصور أي معارضة للطبيعة ولا فيها أي ريسك ولا أي حاجة. بالعكس هذه حاجة باهية. يعني هذا علميا ولا بتشوف أنه حل أنه الواحد ما يتزوج بسن صغير يعني؟ من كل شيء، ما في ناس يعني ظروفها، في ناس ما تتزوج يعني هم صغار، في ناس ما تحبش تجيب صغار وهما في سن معين. فنتصور أنه هذا حل.
هذا ما رأيي. طيب يعني وهيك نكون استعملنا ربما الحلول العلمية الجديدة في حالات يعني ممكن تكون غير مستعصية ولكن حالات اجتماعية مختلفة خلينا نقول. طيب دكتور هل التقنية اللي حضرتك تكلمت عنها واللي ابتدى ربما الانطلاقة الكبيرة في البحوث فيها في 2009 هل موجودة في دولنا العربية الآن؟ تقريبا موجودة بأغلب الدول العربية بس ضمن قوانين مختلفة تماما بتحد الموضوع، بس عموما أغلب الدول عم تكون منفتحة على الموضوع خصوصي لما وجود يعني لما في سبب مرضي واضح سبب أكيد مرضي. ما حد رح يمنع الموضوع. وحل مثل ما ذكرت دكتور ممكن يكون طوق نجاة لكثير من السيدات اللي بيعانوا من أمراض معينة. شكرا جزيلا لوجودك وشكرا لكل التوضيحات الدكتور باسل جلاد أخصائي أمراض النساء والجراحة التنظيرية، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيكم. مشاهدينا إذن فاصل قصير ونعود بعده، بقوا معنا. مزايا وأضرار حقن البلازما بعد الفاصل. بكم من جديد. تستخدم البلازما الغنية بالصفائح الدموية في حقن الوجه، وهي تقوم بعدة أدوار داخل البشرة ما إن يتم حقنها تحتها. فتأتي فوائد البلازما للوجه من الصفائح الدموية التي تعتبر وظيفتها الأساسية هي العلاج وتحفيز الأنسجة المتضررة على العلاج وإنتاج خلايا جديدة، بينما تحتوي البلازما على البروتينات والفيتامينات والمعادن المختلفة وتقوم على تحفيز البشرة وما تحتها كذلك لإنتاج الكولاجين وتساعد البشرة وتحفزها على عودتها لحالتها الأولى واستعادة نضارتها وملمسها وملء كذلك التجاويف التي سببتها التجاعيد فيها، فيقل ظهورها وتأثيرها على الشكل العام للبشرة. نتائج مذهلة تعطيها البلازما للبشرة، ولكن ماذا عن الأضرار والتقنية الخاصة بحقن البلازما؟ ما الذي يجب أن تعرفه كل سيدة تفكر في حقن البلازما قبل أن تقوم بها؟ أسئلة نجيب عليها اليوم، ولكن بعد أن نشاهد معا هذه اللقطات. مشاهدينا الدكتورة رزان زهراوي أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، أهلا وسهلا بك دكتورة رزان. أهلا فيك نبيلة. أول شيء يعني هل يمكن أن تشرحي للمشاهدين هذه التقنية، تقنية حقن البلازما بالوجه، حتى نخليهم واضحين يعرفوا كل شيء؟ أكيد. الحقيقة البلازما الغنية بالصفيحات من اسمها واضحة أنه هي بلازما فيها تركيز عالي من الصفيحات مع التخلي بشكل كامل عن الكريات البيض والكريات الحمر بالدم. الحقيقة ليش هي مهمة؟ في عنا تقنية كتير مهمة بالجسم هي آلية التئام الجروح. يعني نحنا لما بينجرح الجلد وبيطلع الدم بتبلش آلية اسمها آلية التئام الجروح. هلأ هي ظاهرياً كتير بسيطة، ولكن بالعمق هي آلية كتير معقدة، بتبلش بلحظة جرح الجلد وبتنتهي بعد 6 شهور. هلأ الآلية الأساسية بهالالتئام هو الصفيحات، هي المفتاح. الصفيحات بتفرز عوامل نمو. هل صفيحات بتعطي أول شيء بتعمل خسارة مكان الجرح، بعدها مباشرة بتعطي أمر للخلايا أنها تتجدد بالمنطقة المصابة، تعطي كمان أمر للأوعية الدموية أنها تتجدد بها المنطقة،
بعد ما يتسكر الجرح بعد 3 أسابيع بتعطي أمر لمولدات الكولاجين إنه يتشكل كولاجين بالمنطقة. إذن الآلي نفس المنظومة اللي أنتوا بتاخدوها وبتحقنوها في الوجه. فنحن أخذنا بس البلازما والصفيحات ومنحقنها بالمنطقة اللي مراد إصلاحها. طيب لما بتعملوا التريتمنت هذا النوع من أنواع اللي هما بنعرف حقن البلازما اللي بيعملوا أو البي آر بي اللي معروف كثير بهذا الاسم، بتعملوا الوجه كله ولا أماكن معينة في الوجه؟ بشكل عام بنعمل الوجه كله، فينا نعمل الرقبة، فينا نعمل الديكولتي، الإيدين، أي منطقة مراد تصليحها فينا نحط البلازما الغنية بالصفيحات. طب شو المميزات، مميزات حقن البلازما عن غيرها؟ تماما، الحقيقة في عنا مميزات عامة وفي عنا مميزات مكان الحقن. مميزات العامة هي إنها عبارة عن شغلة طبيعية، يعني مصنعة من جسم الإنسان، فبهالحالة لما بيتم حقنها ما في عنا مشاكل لا بالمناعة ولا بالحساسية ولا بالأمراض المنتقلة عن طريق الدم. ثاني شيء، العوامل النمو الموجودة فيها موجودة بشكل متوازن وطبيعي، فهي كتير مختلفة عن الجروث هرمون أو عوامل النمو المصنعة بالمعامل. ثالث شيء، إنه هي الصفيحات الغنية، البلازما الغنية بالصفيحات فيها أنتي مايكروبيال، ولذلك إذا كان في أي جراثيم كمان ممكن تقتلها بالمنطقة. هذا بشكل عام، ميزاتها بشكل عام. أما ميزاتها لما بدك تجي تحقني المنطقة المصابة، إذا مثل ما قلت لك هي مادة بتحطيها على الجرح بيطيب تماما، فوين ما حطيتيها راح تصلح. حتى لو ما فيش جرح في الوجه الواحد تماما بيعمل. هي الحقيقة اكتشفت بعام 1987 من قبل أطباء جراحين القلب بإيطاليا، استعملوها بعمليات جراحة القلب، بعد استخدمت من قبل الدكاترة العظمية، اختصاص العظمية من شان الردود الرياضية، استخدمت من قبل أطباء الأسنان كمان من أجل تكوين عظم حول الجذور الأسنان. طيب خلينا نقول، هل هذه التقنية، تقنية العلاج بالبلازما أو حقن البلازما أو حقن البلازما في الوجه عندها سلبيات؟ الحقيقة إذا صنعت بشكل جيد فهي سلبياتها كتير مهملة. خلينا نقول أهم شيء أنه تتصنع بشكل كويس، يعني لما من نفصل البلازما عن الكريات الحمر لازم نحصل على بلازما لونها ذهبي فاتح أو من لون القش بشكل عام، لأنه إذا كانت فيها شوي زهري أو حمراء فمعناتها هي ملوثة بكريات الدم الحمراء. هون بيصير عنا مشكلة إنه كريات الدم الحمراء بتعمل جذور حرة بمنطقة الإصابة، وبالتالي بالعكس بيصير لها تأثير سلبي التهابي وتقويضي، يعني بتصير عم تدمر بدال ما تبني، ولذلك كتير مهم تحضيرها بشكل جيد. طيب شو اللي لازم تعرفه السيدة قبل ما تروح تعمل هذا الحقن البلازما في وجهها؟ هل يعني شو اللي لازم تعرفه؟ هل بالضبط المكان اللي هي عايزة تنمي منه أو بتشيل منه تجاعيد أو شو اللي بالضبط؟ تماما. هلا أول شيء الست نحن عم ناخذ الدم منها، أهم شيء لازم تكون عم تشرب كميات من المي كافية قبل الجلسة، لأنه أي تجفاف عم نحصل على كمية بلازما أقل من ما هو مطلوب، وهذا بيبين أهمية شرب الماء بصفة عامة. اكزاكتلي. هلا بشكل عام الست لازم تبين إنها هي يعني حتى تعرف المنطقة ربما اللي هي عايزاتها تتعرف تماماً فيها. تماماً. هلأ هي مثل ما قلت لك البلازما بدك تحطيها بمكان ممكن إصلاحه، لنفرض عندها تجاعيد سطحية بيتصلح التجاعيد السطحية، عندها سواد حول العيون بيتصلح السواد حول العيون، والنتيجة بتبان بعد 6 أشهر. الحقيقة مثل ما قلت لك هي على مراحل. أول شيء التجدد الخلايا والتروية الدموية بتبين بعد 4 أيام مباشرة، يعني الست لحالها بتحس بالرونة وبالجلوينج خلينا نقول بعد 4 أيام، بس تشكل الكولاجين بيستمر لمدة 6 شهور، فالنتيجة النهائية بتاخدها بعد 6 شهور. طيب دكتورة رزان، عندنا اتصالات هاتفية ومعنا اتصال هاتفي من الجزائر، معنا يوسف. أهلا وسهلا بك يوسف. يوسف، هل بتعرف هذا العلاج اللي اليوم احنا بنتكلم عنه، علاج بحقن البلازما؟ أهلا وسهلا، تحياتي إليكم في الحضر.
نعم، الحقيقة عربين هذا العلاج يتمثل في العلاج من خلال الدم، دم الشخص بحديداته من خلال استخراج البلازما، وبالتالي يعطيه نوع من الفيتامينات الخاصة، وهذا يعطي أولا مناعة وحصانة للشخص، لأن سوف يكون هناك نقص من حيث مخاطر البكتيريا وانتشار البكتيريا الخارجية. ثانيا نعرف بأن هذا العلاج بطبيعة الحال أصبح الآن يستخدم في كثير من المواضع، يعني ليس فقط في الوجه، كذلك بالنسبة للشعر، كذلك يستخدم في بعض الأحيان حتى لعلاج المفاصل. لكن نعمل ربما مستقبلا أن يكتشف يعني علاج آخر قد يفيد أمراض أخرى متنوعة ومختلفة. أعتقد أن الإشكال بالنسبة يعني هل هناك دائما تساؤلات اللي تطرح مخاطر بالنسبة لهذا العلاج، كذلك فيما يتعلق بالتكاليف، كذلك طيب. فيما يتعلق خلينا بس نروح نقطة نقطة، لأنه إحنا تكلمنا عن مخاطر العلاج يوسف، يعني وقالت الدكتورة رزان أنه الخطورة بتكمن فقط لو يكون يعني الصفائح مش مصفية كويس ويكون فيها كريات حمراء، ولكن ما عدا ذلك لو تعمل بطريقة جيدة فليس له تقريبا أي ضرر. والنقطة الثانية هو يعني هي نقطتين مبدئيين، النقطة الثانية عبارة عن اللي هو الجانب المادي، هل هذا العلاج يعني تكلفته عالية؟ نعم تكلفته عالية نسبيا، لأنه الحقيقة التيوب اللي بيكون محضر بده يكون منضاف إليه شيء مضاد للتخسر، بعدين بده يكون في عنده مادة معينة لتفصل بشكل كامل البلازما الغنية. طيب هذا بيخليه غالي كثير، غالي شوية، حتى نعطي تقريبا وسط فكرة. وسط. طيب سؤال بسيط، هل بيخلي الوجه لما بنعمل هذا التقنية بيخلي يحافظ على ربما انه يضل مثل ما هو يعني متجمد؟ ابدا ابدا، هو ابدا ما انه مثل البوتوكس، هو عباره عن علاج للانتي ايجينج الحقيقه، لمضاد الشيخوخه، وبالتالي يعتبر كثير طبيعي، السايد افكت تبعه كثير بسيطه. حلو. على الاقل انه ما بيبان في الفرق الغريب اللي بيكون في وجوهنا. انا حاولت يعني اسال كل الاسئله اللي ممكن تتبادر الى ذهن المشاهدين، شكرا جزيلا لوجودك، شكرا على كل النصائح والمعلومات. الدكتوره رزان زهراوي اخصائيه الامراض الجلديه والتجميل، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. شكرا لكم كمان لتلفزيون الحرة. شكرا لك مشاهدينا، إذا نشكركم كذلك للمتابعة، وأنتظركم كل يوم عن طريق دخول إلى صفحة أنت ونبيلة على فيسبوك ومشاركاتنا بآرائكم وتسجيل بياناتكم على الصفحة. تابعونا كذلك على تويتر وإنستغرام. دمتم بألف خير.